السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. اليوم غتشوفوا معايا واحد الحاجات زوينين هنا في واشنطن في السنترو، كيفاش الطريق معليه ما بها زوينه بحال الزربيه، ومع ذلك كيجيو يقشروها ويقلعوها ويعملوا لها زفت جديد وكرافيت جديده وكتولي زربيه، وهي اصلا كانت زربيه. على اين غتشوفوا معايا بعينيكم. ها هما دابا الورشه خدامه، وقبل منها انا نوريكم الطريق كيفاش دايره، اللي يعني كي يقشروها وكيحيدوها يعني كتبان لك انت غير التبدير. على اين نجي نوريكم دابا الشانطيه وحده هنا كما كتشوفوا. ها هو الشانطي، هو هذا، شوفوا الساحه ها هي. على اين هذيك اللي كتشوفها راه هي الواشنطن بوست، ها هي فهمتي، يعني جريده ورقيه عريقه. الكاميرا يلا خوات الزفت راهو غادي. دابا غنديكم للموضع فين كي يصوب. على اين شوف بلاتي نزل نزل، يعني باش ما تقولوش راه كنهضروا. شوف زربية ما خاصها حتى شي حاجة، ياك دورو نشوفو راه ما كيصلحو، نوريكم فين هنايا فهاد البلاصة كيشعل داك التوصل تما كاين الإصلاحات. غنمشيو نديرو دورو نشوفو الإشكالية اللي كاينة. على أين ها هو الشانطي اللي تشوفي اللي أنا غادي فيه. أنا غادي فوق زربية، شفتو أنا غادي فوق زربية دابا، والإصلاحات هاهي بدات. كيفاش غادي نشوفو، المهم راه كيجيو الماكينة وكيقشرو، وديك الماكينة اللي كتقشر كتسف كتبلع وتلوح في لابان، وكيجيبوا شي اشياء اخرى جديده وكيحطوها وكيزفتوا وقادوا وكيرجع داك الشيء زربيه، فهمت. راه ما خدامين كما كتشوفوا. ها الماتيريال غادي نوصل عندهم وندوز من خدام ونعاود ندير دوره اخرى ونجي باش تشوفوا بعينكم داك الشيء كيفاش خدام، فهمتي. هو دابا محفر كتشوفو، ها هو خلاو لينا واحد البلايصة اللي كندوزو منها. يعني اشغال الشانطي ما خصو حتى شي حاجة، ومع ذلك كيعاودوه من الاول. شوف كيرجع، هو اصلا كان هكاك، هما كيقشر واحد العشرة سنتيم تقريبا قد داكشي اللي كتشوف فيه مقشر، كيحيدو ويعاود يجيب واحد اخر جديد، فهمتي. نمشيو نعمل دورة أخرى ونجي ندوز من الجنب ديالو معاود. شوف ها هو الشانطي كيفاش دابا محفر، شفتو. وغادي يرجع زربية، وهو أصلا كان زربية، هذا هو الإشكال. هانسى أنا مشيت، هذا شارع بنسلفانيا كيما
الى اخره. انا غادي ندير دوره ونرجع باش ندوز من حدام وتشوفو مزيان داكشي. هو اصلا هكا كان هكا، فين المشكلة يعني؟ انا غندير يوتورن يوب دار نانس. فين هو؟ انا بغيت نعرف فين هو. فين وريوني واقيلا راه نعمة. شوفو شوفو ها الزوم ديال الايفون، ما كاينش شي حفرة، ما كايناش. هانت راه الاشغال في الخدامة، والشانتي راه هو هذا، كلشي بخير وعلى خير. باش تعرفوا ان دابا حنا كنخلصوا ضرائب 20-25% من الدخل السنوي ديالك ياك، ولكن راه ما كيبقاش فيك، لان ها هو فلوسك كتمشي فوق منا، ما كيدياش خالته الرئيس وبنته وما نعرفو، فهمتي؟ او لا يعطيوها الكلاب ديالهم والمشاش اللي مربينهم. هذا راه السنتر ديال واشنطن على عين، كيما كتشوفوا باقا الدنيا الربيع باقي ما خضرش، باقا الدنيا فهمتي، فهمتي الشجر باقي ما خضرش يعني. يلا بدا كي العالم الاشغال طريق الضياق على عين. انا غندير دوره اخرى، تفرجوا معايا غير سرحوا عينيكم. يعني ما درنا لا مظاهرات، ما طالبنا، ما قلنا لهم صوبوا لنا، ما والو. اصلا الطريق مصوبه، ها هي دابا هاد البلايص اللي تصوبات كيف رجعات، وراها اصلا كانت هكا. رانا وريتكم الطرف اللي من هنا واللي من هنا، انا يومين كندوز منها كانت هكا. يعني فين كاين الاشكال؟ وما عندهم بحال ديما خاص الطريق تبدل على واحد المده معينه، خاص يبدلوها يكرطوها ويعاود يديروا واحده اخرى. على اي حنا كنتزاحموا باش ندوزوا، لان الطريق الاخرى مغلوقه، وهادي هما ثلاثه غاديين ثلاثه جايين، ولكن دابا يعني محبوسه. ها هو الشانطي اللي كنوريكم، ها هو مقشر دابا. شو شفتو ملي كيقشروا الروكار كيبقى عالي، كيديروا لي واحد شويه الزفت من جنابه باش انت ما تضربش الطوموبيله ديالك مع الروكار. شو يعني داكشي في شكل، ماشي غير خدم وزيد وخلي الناس يهرسوا طوموبيلاتهم. شوف على اين انا غندوز من حدام دابا وتشوفوا بعينيكم. دابا راه فصل الربيع وباقي عندنا شي شويه ديال البرد، ماشي البرد الريح، يعني شويه البروده. داكشي اللي الناس كتشوفهم مكبطين، فهمتي، وخارجين كيتساراو بدايه فصل الربيع. على اين هي تزاد؟ ها هو شو الشانتي كيولي، يلا كيزفتوه دابا. شوف وبقاو معايا. شوف ها هما، ها الورشه كتشوفوا بعينيكم كلشي، داكشي ها هي ياك خدامين. راه الشانتي كيف مهريك، ها هو كتشوف الارض، ها الدكاكات هذه اللي كتشوفوا فيها راها الشطابه، قبل ما يحطوا الزفت والماتيريال كيشطوا داكشي والفاكيومي باش الزفت يلصق مزيان ياك. كنقولوا للناس شوفوا دابا العلمانيين والليبرالي عندنا في البلاد العربيه عموما، راه كيجيو يقراو هنا وكيقراو لبرا وكيشوفوا كل شيء، ولكن هما بالعربيه ما كيعتبروناش بشر، حنا مضيقين عليهم وزايدين. علاش؟ لاننا باقيين رجعيين ومتخلفين، وكنآمنوا بشي حاجه ديال التراث هذه اللي كيسميو القران. يعني كيقول حنا راه ما يمكنش نتقدموا تنعريو المراه وتخرج عريانه في البلاد العربيه. على اين شو الماكينه الزفت كيفاش دايره في شكل داكشي، كتربط هي والكاميو، راه الكاميو غيحط فيها كدا لبنه واخوه، فهمتي ولا انت؟ المساحه تسالات وحدي دابا تشوفوا بعينيكم الخوت. المراه هي شاده ستوب، المراه راه حاضره في العمل. على اين هي هانت؟ ودابا شوف انا غادي في الطريق الاخرى، قولوا لي شنو فيها هاي، واش هادي عباد الله يرشدوها ويهرسوها ويعاودوها؟ شفتوا بعينيكم ياك؟ ايه ولا اله الا الله، هادشي اللي كاين. على اين هادي هي واشنطن اللي كتشوفوها السونتر يعني، وكذا. الصورة غنية عن التعبير، يعني بلا ما يضل بنادم يعبر، التعبير راه باين. فهمت؟
علاش ما نحاولوش حنا نكونوا هكا؟ واش ما عندناش التراب، ما عندناش الحجر، ما عندناش الماتريال؟ عندنا كل شيء، الخير والخمير كاين كل شيء، اللي ما كاينش هو العنصر البشري اللي كيغير على البلاد او لا كيحب البلاد او لا شي حاجه. فهمت؟ العنصر البشري اللي كيامن بالوطن ديالو هو اللي ما عندناش حنا. هذا الشيء اللي كاين. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشير للقناة. هاي اللي وريتكم قبيلة البناية ديال الواشنطن بوست. الدنيا يلا بدات كتخضر ياك. واش غادي نقول لكم؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة.